تعالى نبتدي يعني بالخواتيم، الخواتيم لغايه هذه اللحظه كان طبعا ماتش الداخليه، والحقيقه من ضمن يعني او في جمله الكلام عن الاداء في ناس كتير وقفت عند تفصيله ان احنا ما حسيناش قوي بغياب الاسماء المهمه الثقيله اللي كانت مش موجوده في هذا اللقاء، اليو ديانج، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، السوليه، ده ما كانش نسيت كمان اسم او اتنين، فالى اي درجه نجح كولر في انه فعلا يعوض غياب اسماء ثقيله ونشوف اداء مرضي للجماهير في كل مكان. بص يا كريم، انا كنت معاك هنا من اسبوعين بالظبط، كنت بتكلم على النادي الاهلي والسكواد بتاع النادي الاهلي. عندك في كل مركز اتنين لعيبه، اي مدير فني بيجي يحط السكواد اول الموسم بيحط رقم واحد ورقم اتنين في كل مركز. تمام. عندنا الحمد لله في النادي الاهلي الواحد او اتنين تحس ان ما فيهاش ترتيب، واحد زي اتنين واتنين زي واحد، يعني عمرو السوليه، حمدي فتحي، ديانج، اي اتنين فيهم بيلعبوا ما عندكش مشكله خالص. تمام. اتكلم على ناحيه اليمين، اكرم توفيق او محمد هاني ما عندكش مشكله. مظبوط. عندك الفراوده شادي، محمد شريف ما عندكش مشكله. عندك مركز 10 اذا كان قفشه او سافيو ما عندكش مشكله. عندك طاهر محمد طاهر، عندك كريم فؤاد اللي هو دلوقتي مفاجاه كبيره بالنسبه لنا في المكان ده، من المكاسب الكتيره في الدوري، ما عندكش مشكله في اي مكان في النادي الاهلي دلوقتي. فعندك مكاسب كتيره جدا الموسم ده مع مستر كرة، عامل حاجه كويسه قوي انك انت عندك في اكتر لعيبه اكتر من مركز ما عندكش مشكله فيهم خالص، وده حصل في دلوقتي بدا يعمل روتيشن. لو عدد المباريات قريبه جدا، لو بتلعب مثلا جمعه وعندك اثنين او ثلاث، عندك المشكله دي هتتحل، بتعمل روتيشن، مفيش مشكله في الغيابات، ما عندكش مشكله في ان لعيب يغيب، عندك البديل بتاعه، او انا ما بقولش البديل لان البديل زي الاساسي في النادي الاهلي.